ويلكم تو مستر احمد البرماوي انجلش شانل. مرحبا بكم في قناه مستر احمد البرماوي اللغه الانجليزيه، قناه اللغه الانجليزيه مرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه. بس ما تنساش تشترك في القناه، تفعل الجرس، وتعمل سبسكرايب، وتسيب تعليقك. شكرا. مرحبا بكم في مراجعه اللغه الانجليزيه اونلاين على قناه مستر احمد البرماوي برعايه معالي وكيل اول وزاره الاستاذ رمضان عبد الحميد، ووكيل الوزارة الأستاذ عمرو شحاتة، ومستشارة اللغة الإنجليزية المستشار أيمن يوسف، ومودي عام اللغة الإنجليزية الأستاذ ثروت لاشين، ومدير عام إدارة ديار بنجم الأستاذ صابر طه، وطبعا إعداد وتقديم مستر أحمد هاشم البرماوي مودي أول للغة الإنجليزية والإدارة. نرجو لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. Now with our revision on Unit 10, Second Year Secondary. Let's get started with the new vocab. هنبدأ بالكلمات الجديدة. عارفين برودكاست وبرودكاست دي معناها يذيع او اذاع، as a noun and as a verb كفعل واسم، ولو كفعل بتبقى برودكاست برودكاست برودكاست، التلات تصرفات زي بعض. editor editor طبعا معناها ايه؟ معناها رئيس تحرير او محرر. interview interview معناها مقابلة شخصية للحصول على وظيفة او الحصول على حديث صحفي. search engine سيرش انجن معناها محرك بحث زي جوجل وهكذا. نيوز ريدر نيوز ريدر اللي هو قارئ الاخبار. ريبورتر اللي هو مراسل صحفي. اتاك از ا فيرب اند از ا نون معناها يهاجم او هجوم. ان ريلايبل عارفين ريلايبل يعني موثوق فيه، وان ريلايبل يعني غير موثوق فيه. accurate يعني دقيق، وعكسها inaccurate يعني غير دقيق. traditional عارفين traditional خدناها قبل كده كتير، معناها تقليدي او قديم. identify المعنى يتعرف على. admit اللي هي اعترف. journalist طبعا جورنال جريدة، journalist معناها صحفي، وjournalism الصحافة. disaster اللي هي الكارثة. income اللي معناها دخل. digital nomad معناها بدوي رقمي يعني أو رحالة رقمي، يعني شخص بيشتغل على النت بفلوس للناس كتير. deliberately عارفين deliberately معناها عمدا. correspondent اللي معناها مراسل صحفي. opportunity معناها ايه؟ فرصة. source مصدر. originally في الأصل أو أساسا. responsible for مسؤول عن. scene موقع الحادث أو موقع الجريمة أو مشهد في فيلم أو مسرحية. conference مؤتمر. now with language notes الوظائف اللغوية، ايه الفرق بين كلمة scene و scenery و view؟ عارفين scene لسه قايلين معناها ايه؟ مشهد في فيلم أو مسرحية، ومعنى موقع الحادث أو الجريمة. أما كلمة سيناريو معناها مناظر طبيعية، ودي اسم لا يعد يعني بتعامل معاملة المفرد. فيو آخر حاجة اللي معناها منظر طبيعي ثابت. لما أقول the investigator اللي هو المحقق is looking into بيحاول يحل the scene of the crime. looking into معناها بيفحص، سوري بيفحص the scene of the crime يعني مكان الجريمة. فاطمة enjoys painting فاطمة بتستمتع بدهان أو رسم. the scenery of nature مناظر الطبيعية. the view from the flat أو المنظر من البلكونة بتاعتي يبقى منظر دائم. is wonderful رائع. now with the revision on vocab choose the correct answer from A, B, C or D. number one the word accurate كلمة accurate is the synonym of هي مرادف كلمة inaccurate precise false fake. طبعا عارفين accurate دقيق بتساوي precise اللي معناها دقيق. number two the word trust كلمة trust اللي هي ثقة is the antonym of هي عكس كلمة ايه؟ عكس confident واثق ولا doubt يشك ولا sure أكيد ولا certain متأكد. طبعا واضح very good هتبقى عكسها doubt يعني
شاكت، إنما عارفين confident وsure وcertain synonym of trust تساوي كلمة إيه؟ trust. Number three، the match المباراة was live on the Nile Sport. The match was broadcast cancelled thank Brit. طبعا was broadcast المباراة مذاعة live على الهواء مباشرة on the Nile Sport على قناة النايل سبورت. Number four، most tribes عارفين tribe معناها قبيلة، معظم القبائل of Sinai اللي عايشين في سيناء live life هل modern recent up to date traditional، طبعا عايشين traditional life حياة تقليدية أو conventional life حياة تقليدية أيضا. نما up to date بتساوي recent بتساوي modern معناها حديث. A or an is the person who decides، هو الشخص اللي بيقرر what should be included in a newspaper اللي مفروض ينزل في البريد في الجريدة or a magazine المجلة، يبقى تبقى investigator ولا reporter ولا journalist ولا editor. طبعا editor عارفين معناها محرر أو رئيس تحرير. Number six، a fast lorry عربية نقل سريعة my car عربيتي and damaged it greatly وتلفتها بشدة، يبقى رود ولا رامد ولا روتشد ولا رومد. طبعا رام معناها يصدم بشدة أو يرتطم بشدة. Number seven، the news should be cultured and fluent، هتبقى the news agency reader article channel. طبعا the news reader اللي هو بيقرا الأخبار should be cultured لازم يكون مثقف and fluent ولبق. Number eight، the judge القاضي set the prisoner free، عارفين set free يعني أطلق سراح prisoner السجين as he found out that، لأنه اكتشف that the witness الشاهد was هل was really عارفين reliable معناها ايه موثوق فيه unreliable ولا trustful ولا honest. طبعا لا unreliable اللي معناها غير موثوق فيه أو شاكك فيه. Number 9، Mr. Birmawi punished her، مستر برماوي عاقبها as she broke the glass لأنها كسرت الإزازة أو الكوباية deliberately ولا accidentally ولا shyly بخجل ولا politely بأدب. طبعا كسرتها deliberately اللي معناها عمدا، عكسها accidentally اللي معناها بالصدفة. عارفين accidentally أو by chance أو by accident يعني بالصدفة أو بدون قصد يعني. I'd like to take، أنا أحب أخد the to thank my colleagues for their help، أشكر زمايلي على المساعدة، يبقى take the opportunity أستغل الفرصة أشكر زمايلي على مساعدتهم لي. Number 11، the project المشروع was aimed to limit، بيهدف أساسا إلى limit يحد importing goods استيراد البضائع from abroad من الخارج، يبقى تبقى the project was originally aimed to، في الأصل بيهدف إلى أو في الأساس بيهدف إلى. Number 12، my sister works as a for الأهلي channel، أخت شغالة إيه for الأهلي channel، هل correspond correspondent correspondence ولا correspondence. طبعا correspondent شغالة مراسلة لقناة الأهلي. Number 13، the minister held a press، الوزير hold طبعا هنا الماضي من hold عقد a press to announce عشان يعلن his plan خطته to solve the problem، يبقى قول هنا ايه press conference و press conference يعني مؤتمر صحفي، يبقى إن الوزير عقد مؤتمر صحفي لإعلان عن خطته لحل المشكلة. Welcome back to Mr. Ahmed Birmawi English Channel. Today I'm going to talk about past perfect tense. نتكلم النهاردة عن الزمن الماضي التام. Let's begin with formation. يلا نبدأ بالتكوين. عارفين بتكون من had plus the past participle of the verb. بتكون من هاد زي التصريف الثالث للايه للفعل. For example by 2010، لاحظ باي هنا وراها 2010 سنة ماضية،
أحمد had built his house. لما ألاقي باي وراء أي علامات الماضي البسيط، واحد دل على الماضي بستخدم معاه باست بيرفكت ماضي تاني. By last year they had put this card. Until yesterday، لما ألاقي until دي مع جملة واحدة وراها علامات الماضي برضو، until yesterday حتى الأمس he hadn't revised all his lesson. يستخدم طبعا الماضي التام للتعبير عن حدث تم في الماضي قبل حدث ماضي آخر، وعشان كده بيجي مع الرابط الأداة مع after، as soon as، before، by the time، till، until، no sooner than، hardly when، scarcely when. Let's begin with after. عارفين after بتساوي as soon as، ومجرد أن بيجي وراها الأول subject فاعل، ثم past participle، past perfect، ماضي تام had، و past participle. The second sentence الجملة تم تبقى بس simple ماضي بسيط. For example، after I had finished studying، I had finished ماضي تام، I went to bed ماضي بسيط. He visited me as soon as he had arrived in Egypt. لاحظ as soon as ورا had arrived ماضي تام وقبلها visited ماضي بسيط. Before اللي بتساوي by the time وبيجي وراها طبعا past simple ماضي بسيط، و the second sentence past perfect ماضي تام had و past participle. For example، before her children arrived قبل ولادها ما وصلوا she had cooked lunch. لاحظ before وراها فاعل her children arrived past simple ماضي بسيط، وبعدين second sentence الجملة الثانية had cooked past perfect. هنا زي ما احنا شايفين وين لها عدة حالات. وين ممكن بتسوي طبعا وين زي بيكوز بالظبط نفس حالات وين هي حالات بيكوز، بيجي وراها باست سيمبل وماضي وباست سيمبل ماضي بسيط، الاثنين باست سيمبل. وممكن بيكوز او وين وراها هاد وباست بيرف ماضي تام وسكند سنتنس باست سيمبل ماضي بسيط. ممكن وين اللي بتساوي بيكوز او نفس قاعده بيكوز بيجي وراها باست سيمبل وباست بيرفكت. فور اكزامبل، وين اي ارايفد لما وصلت ذا ترين هاد ليفت. لو لاحظنا الجملة دي وين وراها arrived ماضي بسيط و second sentence had left، ولاحظ هنا the train had left معناها ايه؟ معناها القطر مش الأول، ده اللي تم الأول، يبقى معناها I missed the train، فاتني القطار. لكن لو شفنا when I had arrived لما وصلت the train left، لاحظ هنا had arrived أنا وصلت الأول، وبعد كده the train left القطر مشي، يبقى ده هنا I caught the train لحقت الإيه؟ القطر. When I arrived the train left، لاحظ هنا الزمانين باست سيمبل ماضي بسيط، يبقى انا برضو I caught the train لاني وصلت، وركبت حدثين في وقت واحد يبقى الاثنين ماضي بسيط. Now we have come to till and until. عارفين till و until عادة بتيجي في وسط الجملة وراها باست بيرفكت ماضي تام وقبلها didn't و infinitive didn't والمصدر. For example، she didn't tell me her name، ما قلتليش على اسمها until I had asked her. لاحظ until وراها had asked ماضي بسيط وقبلها didn't tell ماضي بسيط منفي didn't والمصدر. لكن لاحظ معايا بقى ما اقول she wasn't allowed to travel، هي لم يسمح لها بالسفر until she had got her agreement اللي حصلت على her agreement الموافقة بتاعتها. يبقى until وراها had got ماضي تام وقبلها هنا بقى مش didn't now wasn't allowed، هنا برضه بسيط بس فين؟ في الباسيف فويس من مبني للمجهول. لاحظ التركيبة الآتية أو الروابط الآتية حاسمها no sooner than، hardly وبتاخد when، scarcely وبتاخد when. بس لاحظ بقى لو جم سمول بحطهم في النص الجملة بين had وبين الباست participle، هحطهم في وسط الماضي التام ورا than أو ورا when ببقى باست simple ماضي بسيط. For example، لو بصينا بقول she had no sooner graduated than she married. لاحظ ادي no sooner جاي في وسط had، في وسط graduated الباست بارتيسيبل، وبعدين than وراها married ماضي بسيط. Another example، she had hardly studied when she slept. لاحظ ادي had studied ماضي تام في وسطها hardly وفي النص when وراها ماضي بسيط. برضو بقول she had scarcely gone out، ادي had gone out، ادي had وراها gone out ماضي تام وفي وسطها scarcely وفي النص وين وراها began ماضي. لكن ملحوظة مهمة جدا، اذا بدأت الجملة طبعا بنو سونر او hardly او scarcely خد بالك بيجي وراها
هادي الأول ثم الفاعل ثم الباست بارتيسيبل، يعني الماضي تام على شكل سؤال. نشوف اكزامبل كده. طبعا الكلام بينطبق على نو سونر وعلى هاردلي وعلى سكيرسل. لما اقول نو سونر هاد هي ارايفد، لاحظ ما قلتش هي هاد ارايفد، لا قلت هاد هي ارايفد ذن ذا ترين ليفت. نفس الكلام قلت هاردلي هاد هي ارايفد. طبعا برضو لما اكتب هاردلي هي مش وراها هي هاد، لا وراها هاد، هي صيغه استفهام. لاحظ برضو سكيرسلي هاد شي ستادت، برضو سكيرس وراها بدل شي هاد بقت هاد شي. وفي النص طبعا وين، لان قلنا نو سونر بتاخد ايه، برافو، بتاخد ذان. هاردلي وسكيرس باخدوا ايه، باخدوا وين. تمام. يأتي ايضا مع الاشكال التالية، في حاجة اسمها it was only when، لازم بعرفين it was only، بختار وراها when وبعدين فاعل ثم past perfect ماضي تام ثم that وماضي وسط. لكن لو قلت it wasn't مبقتش when بقى، بجيب it wasn't until وراها فاعل ثم past perfect ماضي تام وبعدين ماضي بسيط. شوف اكزامبل كده. It was only when he had arrived، يعني مجرد ان هو وصل، that he went to bed. يبقى it was only واخدة ايه؟ when وراها ماضي تام ثم that وبعدين ماضي بسيط. It wasn't until he had arrived، لما قلت it wasn't بقى خدنا ايه؟ خدنا until he had arrived ماضي تام وبعدين that وراها ماضي بسيط. لاحظ معايا الملحوظة دي خدناها قبل كده، وقلنا لو الجملة لو after او before بدون فاعل زي while بالظبط بيجي وراها جيرند، لانها بتصبح بريبوزيشن حرف جر، بيجي وراها فعل بنضاف له اي ان جي. اما اقول افتر اهي مش وراها فعل، افتر ريدنج، والجمله الثانيه زي ما هي جيف باست سمبل. برضه بيفور سليبنج عشان ما فيش فاعل، قلت بيفور سليب. اخر رابط عندنا هافينج، عارفين هافينج معناها ايه؟ بعد. بيجي وراها دايما الباست بارتيسيبل التصريف التالت لفعل، والجملة التانية باست سيمبل ماضي بسيط. بس خد بالك باست بارتيسيبل بدون هاد. لما أقول having eaten يبقى ده having معناها بعد، معناها بعد، ووراها eaten التصريف التالت للفعل he slept.